السلام عليكم. تسبح المنطقة العربية في بحر من التطورات يختلط فيها السياسي بالأمني والعسكري والاقتصادي، تطورات أفسحت المجال لأصابع كل الدول الكبرى، ومعها الدول الطامحة لأن تكون كبيرة بأن تلعب في خريطة الجغرافيا السياسية للمنطقة. ماذا يحصل بالضبط؟ وما طبيعة التغيير الذي كثر الحديث عن أنه سيصيب المنطقة؟ أقليات عرقية ومذهبية يكبر دورها بما لا ينسجم مع حجمها الجغرافي والسكاني، وإعادة تعريف العدو لدى أنظمة حكم في المنطقة، وتغير في الخطاب السياسي لدى هذه الدول، وتحالفات اقتصادية على خطوط التماس مع الأعداء السياسيين. هذه المعطيات وغيرها هي بحسب مراقبين ألغام تكتيكية صممت من أجل الانفجار الكبير في معركة استراتيجية إعادة ترسيم المشهد السياسي الكلي لدول المنطقة. الرغبة في تغيير الجغرافيا السياسية تصطدم بتعقد وتشابك مصالح القوى الفاعلة ودخول قوى جديدة بثقلها الكامل على مسرح الأحداث، والحديث هنا عن روسيا. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج حديث العرب التي تبحث مستقبل الجغرافيا السياسية للمنطقة العربية وإيران وتركيا. للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو الأستاذ نبيل شبيب الكاتب والمحلل السياسي، وعبر سكايب من جنيف الدكتور حسام الشاذلي المستشار السياسي الدولي، ومن الهاتف من مسقط العاصمة العمانية الدكتور عبدالله الغيلاني الأكاديمي والباحث في الشؤون الاستراتيجية. أهلا وسهلا بالجميع. لو بدأت من مسقط دكتور الغيلاني، بداية لو بدأنا بتوضيح مفهوم الجغرافيا السياسية وتطبيقاته وتمثلاته العملية على الأرض في المنطقة العربية تحديدا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك في جهاد وبالضيفين العزيزين المشاهدين الكرام. الجغرافيا السياسية، هذا المصطلح وهذه المفردة هي يعني مترجمة عن اللغة الإنجليزية geopolitics، والمعنى ينصرف إلى خصائص المكان وإكراهات المكان، إذ أن خيارات الدولة، الخيارات السياسية والاستراتيجية للدولة تكون يعني واقعة تحت تأثيرات الجغرافيا، بمعنى موقع هذه الدولة، امتداداتها البحرية، منافذها البرية، مواردها الطبيعية، عدد سكانها إلى آخره. كل هذه الخصائص لها إكراهات معينة، أي أنها تفرض على الدولة خيارات معينة، هذه الخيارات قد تكون سلبية وقد تكون إيجابية. ثم تطور المفهوم إلى يعني ليعني هوية هذا المكان، أي أن كل دولة أو كل إقليم أو كل مجموعة سكانية في مكان ما أصبحت تصطدم من حيث الهوية، من حيث يعني الانتماء يعني الثقافي والحضاري، أصبحت تصطدم بصبغة معينة. هذه الصبغة المكان بموقعه بموارده بامتداداته له أثر بالغ عليه. فالخلاصة أن خيارات الدولة السياسية والاستراتيجية تصبح خاضعة إلى حد بعيد للموقع الجغرافي وخصائصه، ويعني من حيث الإمكانات وإلى آخره. فهذا يعني باختصار هو التعريف العلمي لمفهوم الجغرافيا السياسية. نعم، لكن المفكرين المؤسسين لهذا المفهوم، مفهوم الجغرافيا السياسية، دكتور عبد الله، امثال فريدريك راتزل الالماني احد مؤسسي هذا المفهوم، يقول ان حدود الدولة قابلة للنمو والزحزحة اذا لم تشهد مقاومة من الجيران. يعني اذا ما اردنا فهم هذا الكلام من احد مؤسسي او كبار مؤسسي هذا المفهوم، ماذا يعني؟ هل يعني تشريع التمدد لأي دولة من الدول، وما تداعيات ذلك على العلاقة بين الدول؟ كلا، هذا عهد قد انتهى منذ أمد بعيد، يعني خاصة بعد يعني نشأة الدولة القومية في أوروبا في النصف الثاني للقرن السابع عشر بعد معاهدة وستفاليا، ونشأة الدولة القومية أو مفهوم الدولة القومية استقرت الدول على حدود معينة. طبعا هناك استثناءات، هناك خرق لهذه المفاهيم وهذه المبادئ في القانون الدولي، ولكن الى حد بعيد خاصه بعد الحرب العالميه الثانيه استقرت المساله على ان هناك دوله قوميه، هذه الدوله القوميه لها هويتها، لها سيادتها، لها حدودها التي ما ينبغي ان تتعداها، وصار هناك حزمه من يعني النظم والقوانين والاعراف الدوليه التي لا تاذن للدوله بان تتمدد
وأن تخرج خارج حدودها. فهذا المفهوم الذي طرحه المفكر الألماني وغيره من الذين أسلوا من الذين أسسوا لهذا المفهوم أحسبوا أنه قد انتهى في عالم اليوم، لأن الدولة القومية اليوم صارت يعني محددة المعالم، يعني ثابتة الحدود إلى حد كبير، إلا في حالات معينة وبالتراضي أن تتراضى مجموعة من الدول أو يعني مجموعة من الأقليات في يعني دولة معينة على تغيير أو إحداث يعني تغييرات على الجغرافيا السياسية لدولة أو لإقليم ما. ولكن لا يمكن يعني لا يقبل من أي دولة أن تقوم بهذا الأمر بالإكراه، أي باستخدام القوة الصلبة في خرق يعني الحدود وفي الاعتداء على الآخرين. فيعني هذا الأمر قد استقر إلى حد بعيد مع بعض الاستثناءات في الدول يعني التي لا تزال بعيدة عن القيم الكونية ولا تحكمها يعني أنظمة ديمقراطية كالمنطقة العربية بطبيعة الحال. نعم، وضحت الفكرة. لو ذهبت إلى جنيف مع الدكتور حسام الشاذلي، إلى أي مدى يمكن النظر إلى التفاعلات السياسية والأمنية الحاصلة الآن في الوقت الراهن في المنطقة العربية على أنها مخاض لولادة نظام إقليمي جديد بملامح جغرافيا سياسية جديدة لدول المنطقة؟ دكتور حسام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. حقيقة نوع من السيناريوهات بعلم إدارة التغيير بسيناريو صناعة الفوضى. سيناريو صناعة الفوضى هو أحد السيناريوهات اللي تتطلب في الحقيقة القيام بأعمال أو بآليات واستراتيجيات ووضعها في أماكنها بصورة قد تبدو أنها يعني متطرفة جدا، يعني قد تكون زي ما إحنا بنوصفها أنها بتكون إكستريم. يعني يمكن نذكر كلنا مع بداية وصول ترامب حكم في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حقيقة أول عنصر من عناصر هذا السيناريو في التطبيق مع وجود رئيس أمريكي له يعني بعض الأفكار التي قد تصل إلى أنها تكون يعني متطرفة أو عنصرية، قام بمهاجمة الكثير من يعني الدول والناس في البداية، بدأ حقيقة كمان يفرض آراء متطرفة جدا. بعد كده نظرنا في بقية المنطقة لقينا ما حدث في المملكة العربية السعودية، ده جزء ثاني من آليات صناعة سيناريو الفوضى، وفي الحقيقة مع عملية يعني التخلص من العديد من الرؤوس الكبيرة في العائلة المالكة ومحدثهم على أمور الفساد وغيرها. بعد كده بدأت تحصل أشياء ثانية زي الحالة المتواجدة في مصر وعملية ما يسمى بطفقة القرص وثيران وصناصير. بعد كده لقينا عملية نزع للهوية مرتبة بصورة يعني مخصص فيها بصورة قوية جدا، عملية تهويد القدس في الفترة الأخيرة، محاولة القضاء على الدور الإيراني في المنطقة، تعظيم دور روسيا زي ما حضرتك تفضلت. هذه كلها في علم إدارة التغيير نسميها وعلاقته بالجيوبوليتكس أو ما نتحدث عنه اليوم والسياسة وعلاقتها بجغرافيا المنطقة، في الحقيقة بتشدنا لأن هذه الآليات لها علاقة قوية جدا في عملية الجغرافيا السياسية. لماذا؟ لأن هناك أمر حساس جدا بيحدث في العالم في الفترة الأخيرة، وهو أن الحروب القادمة ستكون حروب على المثلث المعروف اللي هو مثلث الطاقة والمياه والغذاء. نعم. وإذا نظرنا إلى هذا المثلث الطاقة والمياه والغذاء، سنجد أن هذه الدول التي نتحدث عليها في المنطقة بما فيها اليوم المملكة العربية السعودية. يعني أقترح عليك دكتور حسام أن نرحل هذا الحديث عن الثروات الباطنية والغاز والنفط إلى آخره إلى مرحلة متقدمة من الحوار. يعني سأعود إليك، لكن أستاذ نبيل، لا تكاد تهدأ أزمة في المنطقة العربية إلا وتلحقها أزمة أخرى. يعني منذ سنوات عدة لا يهدأ الحراك السياسي والاضطرابات السياسية والأمنية في المنطقة. السؤال هو في أي سياق سياسي واستراتيجي إقليمي ودولي يمكن تفسير هذه الاضطرابات والأزمات المتلاحقة في المنطقة العربية؟ يعني أولا لم تهدأ الواقع من عقود وليس منذ سنوات، إنما الآن وصلت إلى مرحلة مفصلية في تنفيذ الواقع، مخططات قديمة يعني أخذت مراحلها بشكل متتالي، لعل آخرها كان مرحلة سايكس بيكو التي استمرت 100 عام، الآن أكثر من 100 عام، والآن بدأت مرحلة مفصلية جديدة. عندما نتحدث عن الجغرافيا السياسية
تختلف كثيرا بالنسبة إلى بلادنا عن بلاد أخرى. يعني الآن حتى دون أن أستبق الحديث أيضا المثلث الذي ذكر الآن قبل قليل، الواقع متركز في بلادنا بشكل قوي إلى حد بعيد. الوضع الجغرافي لبلادنا ما بين القارات الخمس، الواقع هذا أيضا يلعب دور كبير بأن القوى المسيطرة عالميا المهيمنة عالميا تسعى للسيطرة على هذه البقعة الجغرافية، تسعى للسيطرة ليس بالضرورة بالجيوش كان هذا قديما، ولكن الآن أصبح عن طريق الاقتصاد، عن طريق السياسة، عن طريق التحكم من داخل الدولة بسياساتها كيف تتعامل مع جيرانها، بحيث تغير جغرافيتها السياسية، معنى ذلك تغير سيطرتها الإقليمية. هذا ما حدث في القضايا بالنسبة إلى إيران وتمكينها من التمدد، هذا ما حدث الآن مع السعودية بتقليص نفوذها بجهود داخلية من داخل السعودية. أيضا بالنسبة إلى مصر منذ كامب ديفيد أيضا كان هناك تقليص كبير للدور السياسي الجغرافي أو الجغرافي السياسي لمصر، رغم أن موقعها موقع متميز إلى حد بعيد ضمن هذه المنطقة، وقوتها أيضا البشرية وقوتها العلمية إلى آخره متميزة، كان هناك تركيز أيضا. فإذا الفترة الماضية الواقع عندما وصل مثلا العراق إلى مستوى معين كان هناك احتلال مباشر من أجل الواقع منع أن يلعب دورا قويا يجعل الجغرافيا السياسية للعراق أوسع من إقليمه، أوسع من حدوده. بالتالي هذه الجهود قديمة جدا، نحن ساهمنا بسياساتنا سياسات التفرقة التجزئة إلى آخره، ساهمنا الواقع في التمكين من المرحلة التي تتحدث عنها وهي المرحلة الحالية، يعني مما يجري منذ سنوات تحت عنوان الفوضى الخلاقة أو الفوضى الهدامة من ناحية الواقعية. نحن ساهمنا في ذلك أننا عندما مثلا سايكس بيكو كنا كلنا نتحدث أنه سايكس بيكو مرفوضة، في فترة من الفترات كان ما زال هناك محاولات للوحدة بين الأقطار العربية، أما مع الزمن صار أصبح نطرح شعارات من نوعية مصر أولا، الأردن أولا إلى آخره، يعني مزقنا أنفسنا، أضعفنا أنفسنا. العلاقات البينية في دول المنطقة الواقع مزقناها إلى أبعد حدود أو أضعفناها إلى أبعد حدود، بحيث أصبح هناك سهل للتحكم بمستقبل الجغرافيا السياسية في المنطقة. نعم دكتور عبد الله، أريد أن أسألك عن الأساس أو المنطلق في ما يقال عن إعادة ترسيم الجغرافيا السياسية للمنطقة، القوى والأحجام السياسية والعسكرية والاستراتيجية لدول المنطقة. هل يمكن هنا حصر الأمر بين خيارين إحداهما اقتصادي مرتبط بالجغرافيا الجديدة للثروة الباطنية، أم عامل عقائدي أو سياسي مرتبط ببروز عقائد سياسية ربما يكون التمدد أو الصحوة الإسلامية مثلا كما يقول بعض المراقبين والمحللين تصطدم مع مصالح الدول الفاعلة والدول الكبرى في المنطقة؟ نعم أخي، ينبغي ابتداء في يعني نظرتنا إلى هذه المسألة الحرجة جدا، ينبغي أن ننطلق وأن نبني على معطيات صلبة. أحد هذه المعطيات الصلبة بالنسبة للغرب فيما يتعلق بنظرته إلى المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط تحديدا، أحد هذه المعطيات الصلبة هو تأبيد حالة الاستبداد، بمعنى أن هذه المنطقة ينبغي أن تحرم من النظام الديمقراطي. الغرب لن ينتصر لإقامة نظام ديمقراطي في المنطقة. الآن مسألة التقسيم والتشظي وتقسيم بعض الدول المحورية، هذه المسألة ليست مقصودة لذاتها، ليست مطلبا في ذاته، وإنما يستخدم هذا المطلب عندما يخدم هذا الهدف الاستراتيجي. الهدف الاستراتيجي هو عدم التخلص أو عدم السماح لهذه الشعوب بأن تتخلص من يعني الحالة الاستبدادية وأن تقيم نظاما ينتصر للقيم الديمقراطية. هذا خط أحمر، وهناك إرادة دولية وإرادة إقليمية بحرمان شعوب هذه المنطقة من استعادة يعني السلطة المسلوبة وتأبيد حالة الاستبداد. يعني مسألة يعني تقسيم المنطقة أو تقسيم بعض دول المنطقة ليس أمرا مقصودا لذاته، ولكنه يستخدم عند الحاجة. المقصد الرئيسي المؤشر الذي يقود يعني الرؤية الغربية في هذه المنطقة هي حماية هذه النخب التي تحكم العالم العربي اليوم، وإطالة حالة الاستبداد في هذه المنطقة، وعدم السماح لهذه الشعوب باستعادة يعني هذه السلطة المسلوبة. فكل ما يخدم هذا المقصد الاستراتيجي الغرب معه،
رأينا مؤخرا مثلا أن الغرب لم ينتصر كثيرا لكن لحالة لكن دكتور عبد الله يعني أنت تقول بأن الهدف الاستراتيجي هو سلب هذه الشعوب إرادتها السياسية وقدرتها على أداء دورها، هذا في النهاية ليس هدفا كبيرا آخر المدى بحد ذاته، لماذا يريدون سلب إرادة هذه الشعوب في المنطقة؟ الهدف النهائي أنا أتصور أن الهدف النهائي هو يعني الحيلولة دون قيام دولة ديمقراطية ذات مرجعية إسلامية في المنطقة، يعني هذه مسألة واضحة منذ أمد بعيد. يعني أخي الكريم، أنت الآن لو تنظر إلى خارطة العالم تجد أن العالم كله قد تحرر من الاستبداد في شرقه وفي غربه في المجمل، حتى في أفريقيا، حتى في دول آسيا، حتى في أمريكا اللاتينية، حتى في أوروبا الشرقية والوسطى، عندما انعتقت من ربقة يعني القهر السوفيتي سمح لهذه الأنظمة ولهذه الدول أن تقيم أنظمة ديمقراطية، إلا في منطقة الشرق الأوسط. أنا أحسب أن السبب الرئيسي هناك تخوف كبير من أن الديمقراطية سوف تلد نظاما يعني مرجعية إسلامية. هذا النظام بالمرجعية الإسلامية بطبيعة الحال له خياراته، له مرئياته، له مرجعيته. الغرب يعني ينظر نظرة حضارية، أي أن هناك صداما حضاريا قد يحدث مع هذا الكيان فيما لو يعني قام هذا الكيان. نحن يعني ليس بالضرورة أن يكون الأمر كذلك، يعني أنا أتحدث هنا عن إرادات دولية، وليس بالضرورة أن هذه الإرادات الدولية هي سوف تكون خيار يعني المنطقة الحتمي. دعني فقط يعني أكمل يعني هذه الفكرة. تفضل. الغرب مثلا الولايات المتحدة تحديدا لم تسند كثيرا خيار الانفصال الذي كان على وشك أن يحدث في العراق، كذلك في يعني مناطق أخرى. فيعني تشظي أو السماح بانقسام الدول ليس مقصدا في ذاته، ولكنه مقصد يعني هو مقدمة لخدمة الهدف الأكبر، وهو الحيلولة دون قيام نظام ديمقراطي في دولة ما. فكل ما يخدم هذا الهدف الغرب وراءه. يعني أنت تحصر الأمر بأنه الحلول دون قيام نظام ديمقراطي في المنطقة، علما أن جل دول العالم أقامت نظام ديمقراطي. ربما هذا من يجيب على هذا الكلام بأنه لماذا لا يراد أن يقام نظام ديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يرحل إلى المحور الثاني. السؤال الآن، من الذي يقف بالتحديد وراء إعادة ترسيم حدود القوى السياسية في المنطقة، وما فرص دولها في منع التغيير؟ بعد الفاصل. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن مستقبل الجغرافيا السياسية لدول المنطقة العربية وتركيا وإيران، وهنا أذهب إلى جنيف في سويسرا مع الدكتور الشاذلي حينما يجري الحديث عن إعادة ترسيم الجغرافيا السياسية للمنطقة. دكتور حسام، هل يعني ذلك بالضرورة مؤامرة على المنطقة، أم ربما قد يعني إعادة ترتيب لمصالح الدول والشعوب بما فيها دول وشعوب المنطقة؟ هو في الحقيقة طبعا موضوع الجغرافيا السياسية هو موضوع مرتبط من أوله وآخره بأهداف استراتيجية للدول اللي بتقوم بدول يعني بالأدوار الرئيسية في العالم. فيجب أن نعلم أن الهدف الاستراتيجي الحقيقي هو أن الحروب القادمة هي الحروب المؤسسية، هي حروب الثروات، حرب الطاقة والمياه والغذاء. في الحقيقة الأمم المتحدة أصدرت يعني تقرير هام جدا منذ حوالي 5 أعوام بأنه في عام 2040 الدول التي لن يكون لها سيطرة كاملة على مصادر الطاقة المتجددة ستعود في الحقيقة إلى العصر الحجري. يجب أن نعلم أن السيطرة على مصادر الطاقة المتجددة، وعندما نتحدث عن الطاقة المتجددة نتحدث الحقيقة عن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيره، وهذه الطاقة مركزة في منطقتنا العربية. في الحقيقة الدول التي لن يكون لديها هذه الطاقة لن تتمكن من القيام بالنهضة الصناعية المطلوبة، لم تتمكن من القيام حتى يعني توفير الأموال اللازمة للتسليح وللغذاء وللنهضة وللتنمية الاقتصادية. ففي الحقيقة الدول حاليا الدول العالم هي في الحقيقة تعمل على عدم خروج المرحلة القادمة من سيطرتها.
يجب أن نعلم أن سيناريو الفوضى الذي نتحدث عنه. لا، قبل سيناريو الفوضى دكتور حسام، يعني أنت بخلاف ما أشار إليه الدكتور عبد الله الغيلاني من مسقط عندما أشار، ولم أفهم لماذا كان متحفظا في أن يكون أكثر وضوحا في هذه الإشارة، على أن أس الصراع أو أساس منطلق الدول الكبرى في سلب إرادة الشعوب هذه المنطقة هو أس حضاري عقائدي، بينما أنت تشير إلى البعد الاقتصادي. هل أفهم من كلامك أن البعد الاقتصادي هو ما يحدد طبيعة العلاقة؟ هو في الحقيقة ما نتحدث عليه هو الثابت تماما، بمعنى أنه عندما تكون هناك دولة ديمقراطية لديها يعني رؤساء وحكام منتخبون، ففي الحقيقة سيتم توجيه ثروات هذه الدول من أجل مصلحة الدولة وتسليحها ومن أجل نهضة الاقتصادية لشعوبها، وسيتم في هذه الحالة تقليل السيطرة الدولية على هذه الدول. فالأمر مرتبط، عملية تواجد الأنظمة الاستبدادية وتقليل الكم الديمقراطي متواجد في المنطقة له علاقة مباشرة بالسيطرة على مصادر الطاقة والاقتصاد في المرحلة القادمة. خلينا ناخد في الحقيقة تركيا، يعني إذا نظرنا ورأينا ما هو العداء يعني الشديد جدا الذي يعني يوجهه الغرب وأوروبا في بعض الأحيان إلى النظام التركي ومهاجمته في كل الأوقات، السبب الواضح جدا هو أنه عندما تم وتواجد نظام قوي ديمقراطي في دولة زي تركيا، رأينا كيف كانت النهضة الاقتصادية والنهضة السياسية والتسليح والقدرة على يعني تغيير دولة بمعدل يعني 360 درجة. في هذه الحقيقة هذا ما حدث تماما في مصر، عندما ظهر أن مصر على أبواب ديمقراطية حقيقية، مصر دولة محورية في المنطقة، مصر إذا تم ووصلت إلى ما وصلت إليه تركيا سيكون هناك تحالفات بين مصر وتركيا. هذا يسبب، هذا هو ما نتحدث عليه مرتبط تماما. أنا في الحقيقة يعني بنظر للموضوع من وجهة نظر أن الموضوع هو حق هذه الشعوب الديمقراطية، سواء كانت هذه الديمقراطية عن طريق مرجعية إسلامية أو مرجعية مدنية أو مرجعية ليبرالية، لكن هو الهدف في الحقيقة هو عدم سيطرة هذه الشعوب على مقدراتها. لأن في الحقيقة لو حضرتك شفت ما يحدث النهاردة، هناك رسم لعالم جديد لمنع السيطرة على هذه المصادر. لمجرد العلم مثلا، المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي لها تأثير في الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية. مصر من أكثر الدول التي لها تأثير على كمية الطاقة المتجددة، وكان هناك مشروع كبير جدا يعرف باسم مشروع الديزرتك، كان مشروع نقل للطاقة من الدول العربية والشرق الأوسط إلى أوروبا التي تعاني من نقص في الطاقة. حاليا هذا المشروع توقف تماما لأن أوروبا عادت للسيطرة على مقدرات المنطقة بصورة واضحة. فالموضوع مرتبط تماما بمصالح هذه الدول، وفي الحقيقة اللاعبين الجدد، إذا حضرتك نظرنا للسيناريو بصورة أكثر هنلاقي أن هناك لاعبين جدد يساهموا وتم يعني تجهيزهم منذ فترة للمساعدة في صناعة هذا السيناريو. من هم اللاعبون الجدد؟ يعني حضرتك هذا من وجهة نظري بدأ في الحقيقة منذ تولي ترامب للسلطة في أمريكا. يمكن كان هناك مثال واضح جدا عندما ذهب السيسي لزيارة مرشحين الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، قام بالجلوس مع ترامب قبل هيلاري كلينتون، وكانت علاقته سيئة جدا في الوقت اللي كان العالم كله يعلم أو كان غالبية التوقعات بتسير في هذا الاتجاه. فأكيد ترامب هو أحد هؤلاء اللاعبين، عبد الفتاح السيسي هو أحد هؤلاء اللاعبين. التغيير الذي يحدث في السعودية النهاردة يمثل لاعبين جدد، كاميرون في فرنسا يمثل أحد اللاعبين الجدد، الإمارات تمثل أحد هذه اللاعبين. يعني طبعا دكتور حسام، يعني اللاعبون الجدد هم دول غربية، أمريكا وأوروبا، لديها استراتيجية طويلة المدى وقديمة ومستقبلية استشرافية، تتغير الأشخاص ولا تتغير استراتيجيات في أوروبا والغرب كما يقول. نعم، يعني الذي أردت أن أقوله، يعني سأعود إليك، كما يقول الكثير من المحللين حتى الغربيين. هنا أريد أن أسأل الأستاذ نبيل شباب، يعني الدكتور حسام حصر اللاعبين الجدد في مثلا بأشخاص مثل كاميرون وترامب وعبد الفتاح السيسي وحتى القيادة الجديدة السعودية،
هذا فيه إسقاط لدور دولة كبيرة عظمى، الخطر القادم من الشرق كما يسميها البعض الآن، روسيا التي تكاد تبتلع منطقة قلب منطقة الشرق الأوسط، سوريا والعراق، وحتى هي تضع يدها بشكل أو بآخر على إيران. من الذي يريد أن يعيد ترسيم الجغرافيا السياسية للمنطقة؟ اسمح لي أن أبدأ بداية أخرى لنفس السؤال. تفضل. يعني الجغرافيا السياسية ليست مصطلحا ثابت التعريف. نعم. يتطور مع الزمن بتطور المعطيات المختلفة في كل حقبة زمنية معينة. ورد مثال على ذلك عندما نشأت الدولة القومية، أنها لم تعد مسألة الجغرافيا السياسية جغرافيا سياسية توسعية بالسيطرة العسكرية، إنما أصبحت في حدود لذلك على الأقل نوع من المشروعية. الآن في الوقت الحاضر الذي أميل إليه هو أن العامل الحضاري يلعب الدور الأكبر، والعامل الحضاري الآن في هيمنة معينة غربية على أسلوب معين حضاري وعلى أسلوب صناعة الإنسان وصناعة العلاقات الدولية، وهذا ما يخشى من أن يفلت من أيديها. إن عندما يفلت من أيديها يدخل أيضا العنصر الذي تحدث عنه الدكتور حسام، وهو مسألة السيطرة الاقتصادية والسيطرة على الطاقة. عندما تنشأ وحتى الديمقراطية التي ورد ذكرها عن الدكتور عبد الله أيضا الحقيقة هي وسيلة من الوسائل، يعني تحرير إرادة الشعوب، يمكن أن يهدد الصيغر الحالية للجغرافيا السياسية وهي الهيمنة من خلال التقدم الحضاري والتقني وغيره، يعني مختلف أشكال التقدم. بالتالي الواقع الذي أميل إليه أن اللاعبون الجدد ليست قضية الواقع حصرهم في قضية أوروبا وأمريكا، أمريكا وأوروبا هم لاعبين قدماء وليس جدد، وعندما يتغير رئيس ما يصنعه ترامب الآن يكمل ما صنعه أوباما، وأوباما أكمل ما صنعه. إذا أردنا التفاصيل يمكن أن ندخل ولكن يطول الحديث. يعني الواقع رؤساء أمريكا على التتالي ربما على الأقل من 20-25 سنة لم تتغير الأهداف الاستراتيجية الكبرى، وربما هم ورثوا الاستراتيجية البريطانية. تبدلت الوسائل والأساليب ولم تتبدل الواقع جوهر الرؤية الاستراتيجية البعيدة المدى في سواء في أوروبا أو في أمريكا، يعني في الغرب عموما، وحتى الخلافات الأوروبية الأمريكية تدخل في هذا النطاق، يعني قديمة ليست جديدة. فالشيء الذي يتغير الواقع هو في بلادنا أنها قابلة للتغيير. نحن عندما يكون لدينا قابلية أن يتحكم في جغرافيتنا السياسية وفي علاقاتنا مع بعض مع بعضنا بعضا داخل الأقطار كل قطر على حدة، والعلاقات البينية بين الأقطار العربية والإسلامية، يمكن أن يحدث تغيير في بلادنا يعني قهري كما يحدث الآن من خلال الفوضى الهدامة بأشكالها المختلفة، وكما يحدث أيضا من خلال تشكيل التحالفات الذي سيأتي الحديث عنه. الواقع يحاولون الآن في هذا الإطار أن يغيروا الجغرافيا السياسية المتعلقة بالحضارة. تصور الواقع لو كانت القدرة العلمية في مصر والقدرة الآن الاقتصادية وغير الاقتصادية التي نشأت في تركيا، وحتى لا أستبعد حتى إيران لو كانت لم تسقط هذه السقطة المريعة من خلال يعني الطائفية التي سلكتها، الواقع كان ممكن، وحتى السعودية عندما تكون عندها الطاقة، يعني كان يمكن أن تتشكل كتلة حقيقية إلى حد بعيد. قضية الديمقراطية كوسيلة، الواقع التقدم الذي حدث بالصين وأصبح خطرا على الغرب لم يكن تحت شعار ديمقراطي أو تحت استخدام الديمقراطية، فهي وسيلة في نهاية المطاف. أما الغايات الأبعد بقاء الهيمنة العلمية والتقنية التي يمكن أن تتحكم بالهيمنة العسكرية والهيمنة السياسية والهيمنة الاقتصادية في آن واحد، مع وجود الهيمنة الحضارية وهي أسس الصراع كما تفضلت وذكرت. صحيح. نعم نعم، عندما يكون هناك الهيمنة الحضارية لديهم يكون بيدهم كل شيء. في الماضي عندما كانت الحضارة الإمبراطورية الرومية الرومانية كان الواقع السيطرة عن طريق العسكر والجيش بالدرجة الأولى وسرقة ثروات الشعوب، هذا كان يعني هذا ما يؤرخ له الأوروبيون. نعم. الآن أساليب أخرى، ما عادت هذا الشيء. حتى في مجال الطاقة الواقع بقيت أسعار النفط الخام في ارتفاع إلى حد بعيد، 70% إلى 80% في بعض البلدان كان على شكل ضرائب يمولون بها صناعة الطاقة البديلة. فهم الواقع يتصرفون على كل مستوى اقتصادي وسياسي، ولكن في نهاية المطاف العامل الحضاري هو الذي يلعب الدور. هذا هو الكلام عن التغيير. أريد أن أسأل الدكتور عبد الله الغيلاني من مسقط، يعني التغيير، الحديث عن التغيير وإعادة ترسيم إلى آخره، هل الطريق سالك من دون أي دور للعرب في صياغة منطقتهم جيوسياسيا في هذه المرة؟ لم يكن للعرب يعني خلال المئة عام المنصرمة لم يكن للعرب إرادة سياسية مستقلة وخيار استراتيجي مستقل. منذ اتفاقية ساكس-بيكو في يعني عام 1917 وإلى يومنا هذا، يعني الإرادة السياسية العربية
واقعة تحت الهيمنة الغربية بدرجة أو بأخرى. قد تكون هناك بعض الاستثناءات ولكن هذا هو الوضع الغالب. وبالتالي فإن الغرب الحضاري، الولايات المتحدة تحديدا التي تقود الحضارة الغربية اليوم، أنا حقيقة أتفق مع ما ذكره الدكتور في الاستوديو إلى حد بعيد أن هذا صراع له أبعاد حضارية. فالغرب الحضاري تحت القيادة الأمريكية حريص جدا على إبقاء هذه النخب التي تحكم المنطقة العربية منذ اتفاقية ساكس-بيكو وإلى الآن. وبالتالي هذا يطيل أو يؤبد حالة الاستبداد في يعني المنطقة. الآن عودة إلى سؤالك، هل الطريق سالكا؟ أنا أحسب أن السياسات التي تتبناها النخب الحاكمة في العالم العربي تؤسس نعم لحالة الانقسام هذه. هذه الأقليات الموجودة في العالم العربي، سواء الأقليات العرقية أو الأقليات الطائفية أو الأقليات المذهبية أو غيرها، لم تطالب يوما بالانفصال عن يعني الكيان الأم مثلا في الخلافة أو مثلا في يعني الدول الإقليمية التي قامت. لماذا؟ لأنها كانت مصانة الحقوق، محفوظة الحريات، كانت تعد نفسها شريكا أساسيا في الحال السياسي. اليوم هذا الوضع تغير، يعني هذه الخيارات السياسية التي تجترحها النخب الحاكمة في المنطقة العربية تؤسس لحالة الانقسام وتعطي مبرر لحالة الانقسام وخروج هذه الأقليات ومطالبتها بأن تكون لها دول قطرية أو دول قومية أسوة ب يعني الدول الأخرى. فنعم الطريق سالكا، وما لم تستعد هذه الشعوب حريتها واستقلالها وتنتصر لخيار النظام الديمقراطي، فأنا أحسب أن يعني هذه السياسات العرجاء الرعناء تقود إلى حالة الانقسام وتبرر حالة الانقسام. نحن اليوم أخي الكريم، يعني أنت قلت دكتور الطريق سالكة لكن التجربة أثبتت أنها ليست كذلك بالمطلق. بمعنى عندما حاول الأكراد، أكراد العراق، الانفصال عن الوطن الأم أو عن العراق، وجدنا تحركا إقليميا فاعلا من تركيا وإيران وحتى العراق نفسه مع عرقلة الطموحات الكردية. يعني كيف تكون سالكة في هذا المنظور؟ نعم، أنا قلت في بداية الحديث أن المسألة يعني هذه ليست مصدرة تقاس بها كل الحالات، لكل حالة معطياتها. الحالة الكردية لها معطياتها، ولا يمكن لدولة إقليمية كبرى مثل تركيا ولدولة إقليمية مثل إيران أن تأذن بقيام دولة كردية بينهما، لأن هذا يعني هذه الدولة الكردية سوف تسحب على كل من تركيا وإيران. ولكن لكل حالة معطياتها، كما قلت أن الانقسام والتشظي والسماح ب يعني التمزق الجغرافي في العالم العربي ليس مقصودا لذاته، ولكنه وسيلة من أجل تحقيق أهداف كبرى. أحد أبرز هذه الأهداف هي إطالة يعني حالة الاستبداد. نحن الآن أمام يعني الخطورة التي أراها تقع على ثلاث دول كبرى في المنطقة العربية. إذا حدث فيها حالة انقسام أو تشظي بدرجة من الدرجات، فإن ذلك سوف يندر بشر مستطير في المنطقة كلها. نعم. المملكة العربية السعودية، مصر والجزائر، يعني هذه الدول الكبرى، هذه الدول الإقليمية العربية الكبرى، إذا وصلتها يعني إذا وصلها داء الانقسام وبدأت حالة تململ في هذه الدول، وكلها حقيقة من الناحية الموضوعية يعني مهيئة، إذا صار في دفع من الخارج، كل هذه الدول مهيئة لشيء درجة من الدرجات الانقسام. السعودية على أساس طائفي وعلى أساس يعني ربما سياسي، نجد والحجاز والمنطقة الشرقية، نصر لا. كذلك على أسس طائفية، الأقباط والمسلمين، الجزائر، الأمازيغ والعرب، وهكذا. فنعم يعني السياسات الاستبدادية الرعناء سواء السياسية أو الاقتصادية تؤسس وتبرر حالة الانقسام، وربما تدفع بهذه الأقليات إلى المطالبة بالانفصال عن هذه الدول. بطبيعة الحال يعني الغرب له رؤيته وسيدعم أي محاولات انفصال إذا ما وجد أن هذا الانفصال لكن يعني التوجهات الغربية نعم. الكبرى. تأسيسا على ما ذكر دكتور حسام، تأسيسا على ما قاله الدكتور عبد الله الغيلاني من مسقط، يعني تابعنا ردة الفعل السياسي أو رد الفعل السياسي العنيف نسبيا بين قوسين من قبل إيران وتركيا تجاه المحاولات الكردية. السؤال هو ما فرص دول المنطقة الإقليمية الكبرى في عرقلة أو إيقاف أي محاولة لتغيير الديموغرافيا أو الجغرافيا السياسية للمنطقة برأيك؟ أنا أعتقد أن فرص هذه الدول هي الأمل الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه لإيقاف سيناريو القوة. ولهذا يجب أن نفرق بين شيئين هامين.
أولا بين الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد التي تضعها الدول الغربية والدول الكبرى من أجل مصلحتها والتي بترسم عن طريق سياستها الخارجية، وفي بعض الأحيان حتى هذه السياسة الخارجية بتبقى معلنة وواضحة. ويجب أن نفرق بين هذه السياسات والاستراتيجيات وبين الأدوات اللي يتم استخدامها في كل مرحلة حسب المرحلة ومعطياتها، لأن قواعد إدارة التغيير بتفرق دائما بين الاستراتيجيات طويلة الأمد والأدوات التي يتم استخدامها. عشان كده هنلاقي أنه في الحقيقة المفتاح الأساسي لإيقاف سيناريو الفوضى في المنطقة هو في الحقيقة تركيا ومصر وإيران. هذه الدول الثلاث هي الوحيدة التي من يعني يمكنها أن توقف هذه الخطط التي تتم يعني على قدم وساق ويتم تنفيذها بكل الإجراءات. فيجب في الحقيقة أن تعود بعض الدول إلى مربعات كانت فيها من قبل، مثلا الدور الإماراتي في المنطقة النهاردة والدور الذي بدأ يتم تعظيمه في أماكن كثيرة جدا. هذا الدور يجب أن يعاد تصويته مرة أخرى. الحقيقة التغييرات اللي حدثت في السعودية لها بعد اقتصادي خطير جدا. يجب أن نعلم أن هذه التغييرات أحد أبعادها هو تحييد التأثير الاقتصادي العربي في الفرصة الدولية وفي المشروعات الدولية باختفاء تأثير قوي مثلا كتأثير مؤسسات الأمير الوليد بن طلال. فعشان كده من الهام جدا أن نعي أنه في الحقيقة الحل الحقيقي بهذا الموضوع، وهنا أحب أن أشير أيضا إلى دور روسيا اللي حضرتك ذكرته. في الحقيقة روسيا دائما عندما نقيس دور روسيا أو نحاول أن نوصفه يجب أن ندرس الحالة الروسية الداخلية في نفس الوقت عندما ننظر إلى ما تفعله روسيا في الخارج. روسيا دائما تقوم بأدوار معينة مرسومة قصيرة الأمد ما علاقة بظروفها الداخلية سواء الانتخابات الحاجة الاقتصادية وغيره وغيره. فدور روسيا لا يمكن بناء عليه أي حال من الأحوال استراتيجية طويلة الأمد. نعم، وإن كان تفضل باختصار. لكن عندنا في الحقيقة النظام المصري الحالي يلعب دور يعني سيء جدا في مسلسل الفوضى الذي يتم في المنطقة. دور إيران في المنطقة يجب في الحقيقة النظر إليه بصورة مختلفة، لأن إيران تبقى القوى العظمى الوحيدة اللي موجودة التي تقف أمام التدخل الغربي في دول كثيرة. وفي هذه الحالة يجب في الحقيقة الحفاظ على هذا الدور نوعا ما، بحيث أن يتواجد تحالف تركي إيراني مع الأمل بتغيير النظام المصري. هذا التحالف هو السبيل الوحيد لإيقاف التحالف الفوضى. التحالف أو التحالفات هو ما سنتحدث عنه ونتوقف عنده بعد العودة من فاصل قصير. أهلا بكم مرة أخرى وأخيرة في هذه الحلقة التي نبحث فيها التغيير الذي تشهده المنطقة أو تشهد المنطقة أول ملامحه. أذهب إليك في الاستوديو أستاذ نبيل. بعد الحراك العربي منذ 7 سنين تقريبا، يعني هناك رافقه حراك دبلوماسي، لقاءات، فيما يبدو أنها أولى ملامح أو أول ملامح التحالفات آخذة في التشكل في هذه المنطقة. هل يمكن أن ترسم لنا رؤيتك لهذه الملامح، ملامح التحالفات الآخذة بالتشكل في المنطقة العربية؟ يعني مبدئيا التحالفات التي تقوم على أسباب مؤقتة وردود فعل على بعض الأحداث ودون رؤية بعيدة المدى للعلاقات بين الدول التي تدخل هذه التحالفات وبناء هذه العلاقات وتطويرها، هذه التحالفات ستنتهي. نحن شهدنا في المنطقة سابقا في حقبة سابقة تحالفات أيضا ما بين باكستان ومثلا في حلف بغداد، ما بين باكستان والعراق وتركيا في حلف بغداد أو سواها من التحالفات. شهدنا التحالفات في عهد القومية العربية بقيادة عبد الناصر بصورة خاصة، وكلها الواقع لم تترك أثرا مستداما في المنطقة. التحالف الذي يمكن أن ننقل منه كيف ينشأ
هو الواقع مثلا تحالف الاتحاد الأوروبي لم يقتصر على مسألة تشكيل قيادات سياسية أو اتفاقات سياسية أو حتى عسكرية، إنما إلى حد كبير كان هناك نوع من دمج الرؤى السياسية الموجودة، الرؤى المستقبلية، العلاقات بين الشعوب، التجارة البينية، الجانب الاقتصادي، يعني كل هذه الجوانب مع بعضها بعضا هي التي تشكل احتلال التحالفات. الآن لا نكاد نرى دولة مستقرة داخليا ولا تهيمن على سواها مع تحفظي على بالنسبة للدور الإيراني إلى حد بعيد سوى تركيا. يعني إيران لا أقول بسبب الآن الاحتجاجات التي فيها، وإنما بشكل عام هناك نوع من سيطرة على الإرادة الشعبية داخليا، ويرى يراد أن يكون هناك سيطرة أيضا على القرار السياسي وحتى على الإرادة الشعبية في بلدان أخرى، والشاهد الواقع في سوريا شاهد صارخ. بالتالي الواقع تركيا دولة مستقرة، ولكن أين هي الدول المستقرة؟ هل تتشكل ملامح تحالفات دائمة أو بعيدة المدى؟ في الوقت الحاضر بذرة يمكن أن نقول أن هناك دولة تسعى لذلك وهي تركيا. الواقع تفتش الآن، تحركت تجاه السعودية ثم تحركت تجاه إيران وروسيا إلى حد ما، لكن كلها الواقع أشياء مؤقتة بسبب الأحداث. تتحرك الآن حتى باتجاه السودان، أرادت أن تكون مصر جزء من ذلك، ولكن للأسف مصر كما ذكر الدكتور حسام الواقع يعني وصلت إلى وضع مخزي جدا على المستوى السياسي النظام القائم. بالتالي الواقع التحالفات قد يكون مع مرور الزمن قد تتشكل تحالفات مستدامة، أما في الوقت الحاضر لا أؤمن بأن الخطوات الحالية تشكل بذور تحالفات قوية. نعم دكتور عبد الله الغيلاني، في ظل غياب أي قوة عربية فاعلة في المنطقة العربية، مصر والعراق وسوريا وحتى السعودية ليست على ما يرام في كل الأحوال، إلى أي درجة ترى في التحركات التركية محاولة إلى احتواء محاولات التغيير للمنطقة من خلال إقامة تحالفات أو ما يبدو أنه تحالف مع روسيا على حساب علاقتها التقليدية مع أمريكا في الناتو؟ نعم ابتداء يعني دعنا نذكر حقيقة جيوستراتيجية في المنطقة، وهي أنه لا توجد تحالفات حقيقية في المنطقة العربية. ليست هناك أحلاف بالمعنى التقني بالمعنى الاستراتيجي يعني التحالفات في هذه المنطقة. هناك تكتلات، هناك تقاطع مصالح يحدث بين الحين والآخر، ولكن ليس هناك كتل تلتقي بناء على مرئيات استراتيجية صلبة وثابتة. دعني قبل أن أجيب على هذا السؤال أن أعرج على موقف إيران من الانقسامات. لا يوجد وقت يعني معذرة دكتور، لا يوجد وقت. المنطقة العربية بشكل سريع. تفضل. بشكل سريع، إيران ليس لها موقفا أحادية إزاء هذه القضية، فبينما هي تصدت لحالة الانقسام في العراق، ولكنها أيضا بشكل أو بآخر تدعم حالات الانقسام في منطقة الخليج مثلا. الآن تركيا نعم، أنا في تقديري أن تركيا هي القوة الإقليمية الوحيدة التي تتحرك وفقا لمرئيات استراتيجية واضحة. هي تحاول، ولكن إذا يعني نظرت إلى القوة الإقليمية الأخرى السعودية ومصر مثلا، مصر النظام السياسي يعني قريب من الانهيار، وبالتالي لا يمكن يعني أن يكون حليفا استراتيجيا في المنطقة. السعودية تواجه ارتدادات من جراء سياساتها الإقليمية والداخلية في اليمن وفي العراق وفي سوريا. إذن تركيا هي القوة الإقليمية الوحيدة تقريبا التي تملك رؤية استراتيجية وتتحرك بمقتضى وبموجب هذه الرؤية، ولكن لا تجد شركاء إقليميين في المنطقة. إيران ليست شريكا استراتيجيا لسوريا لتركيا، لأن إيران لها مشروعها ولها رؤيتها ولها تحركاتها التي تلتقي مع تركيا في جوانب ولكنها تتقاطع معها في جوانب أخرى. مصر كما قلت النظام في حالة انهيار تقريبا، السعودية تواجه إشكالات داخلية وخارجية، وبالتالي لا تستطيع أن تكون شريكا استراتيجيا، وبالتالي إلى أن تظهر هناك يعني شراكات استراتيجية إقليمية ستبقى تركيا هي اللاعب الوحيد الذي يلعب في الفضاء الشرق أوسطي. نعم يعني أذهب سريعا إلى الدكتور حسام الشاذلي، لدينا تحول خطير وعميق ممثلا بموقف الإدارة الأمريكية من القدس. هذا الموقف أدى إلى استقطابات حادة ونوعية، تحولات نوعية في المواقف السياسية، لدرجة أن بعض الدول العربية أعادت تعريف العدو واتجهت شرقا على حساب إسرائيل. السؤال هو إلى ما تأثير أو إلى أي حد يمكن لملف القدس أن يترك بصمته في التحالفات الأخذة بالتشكل باختصار من فضلك؟ هو في الحقيقة ملف القدس هو دائما رمانة الميزان في رسم هذه التحالفات وما مدى التوازن بين القوى العربية وإسرائيل. ففي الحقيقة ما حدث هو يعتبر اقتدار شديد للقوة جدا للمجتمع العربي والقيادة العربية جدا، وده بيأخذنا بشيء هام جدا، ألا وهو
أن التعامل مع المعطيات المتطرفة في المنطقة الجديدة يجب أن تكون بناء على استراتيجيات حديثة وجديدة لا تنتمي بأي حال من الأحوال للاستراتيجيات القديمة. عندما نتحدث عن الدور التركي في مواجهة ما حدث في القدس، يجب في هذه الحالة أن نرى أيضا أنه يجب أن نخرج من موضوع التحالفات طويلة الأمد المبنية على العلاقات الاستراتيجية الطويلة، لأنها تفشل حتى في أوروبا. يعني حضرتك شوف ما حدث في عملية خروج بريطانيا وغيره. التحالفات الحالية في عمليات إدارة التغيير تقوم دائما على المعطيات. نحن نواجه معطيات متطرفة، من أهمها موضوع تهويد القدس، يحتاج ذلك إلى تحالفات جديدة تتمثل في تركيا، تعظيم الدور الإيراني، في النظر إلى إيران على أنها إذا كانت تتدخل في بعض الدول، في الحقيقة هذه مصالح. أشكرك. أمريكا تتدخل في كل مصالح المنطقة. نعم، معذرة يعني. ونأمل في تغيير النظام في مصر، هذا أعتقد هو التحالف الذي ممكن أن يوقف سيناريو. أشكرك دكتور حسام. بدقيقة ونصف معذرة أستاذ نبيل، يعني هذه التحالفات إلى أي درجة يمكن أن تحمي المنطقة من أي تغيير حقيقي محتمل؟ يعني أعقب على كلام دكتور حسام، هي يمكن أن تحمي بشكل مؤقت لأنها تحالفات مؤقتة، بما في ذلك الاستعانة بروسيا الواقع شيء مؤقت إلى أبعد حدود. تركيا مستهدفة في الداخل فلجأت إلى تكوين تحالف. إذن إلى أين تتجه المنطقة؟ يعني الواقع حتى الآن لا يمكن أن يعني البناء على ما نجده الآن بين أيدينا. يعني نحن ممكن نتمنى أن تكون إيران دولة مستقرة داخليا ومتعاونة خارجيا، نتمنى أن مصر يتغير الوضع فيها لأنها دولة قوية محورية، نتمنى أن السعودية لا تتفتت كما يستهدف الآن، هي مستهدفة بحد ذاتها وليس وتلعب دور في ذلك أكاد أسميه دور انتحاري. نتمنى ذلك، ولكن حتى الآن لا يوجد بوادر التي تجعلنا نتفائل في هذا الاتجاه. نحن نتفائل بأن إرادة الشعوب لم تموت، وأن الثورات التي بدأت بمحاولة تغيير حقيقي في هيكلية المنطقة ككل يمكن أن تستأنف من جديد. بعض التطورات الأخيرة على الأرض يمكن أن تكون شاهدة على ذلك في الوقت الحاضر. شكرا جزيلا لك. شكرا لأنك التزمت في الوقت. شكرا. شكرا جزيلا. في ختام هذه الحلقة لا يسعني لأن أشكر ضيوفي جميعا، في معي في الاستوديو الأستاذ نبيل شبيب الكاتب والمحلل السياسي، وعبر سكايب كان معنا من جنيف الدكتور حسام الشاذلي المستشار السياسي الدولي، وعبر الهاتف من مسقط الدكتور عبدالله الغيلاني الكاديمي والباحث في الشؤون الاستراتيجية. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، في رعاية الله.